بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير مناسبة شهر رمضان المبارك. والآن نحن بمدينة ريم بسوق مدينة ريم، أخذنا لكم جولة والأجواء كيف كانت بمدينة ريم وكيف رمضان مدينة ريم وكيف يكون السوق بمدينة ريم، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا اللفة والجولة بمدينة ريم بهذا السوق. وأهلا وسهلا بكم بفيديو هذا جديد، محبكم يوسف شيخ عبد الله السوري، اليمن حضرموت مدينة ريم الغنم.